عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير من قناة القرآن الكريم خامسة الجزائر. ندخل بيوتكم لإصلاح ذات البين استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري في هذا المباشر الذي خصصناه لكم للتفاعل مع قضاياكم، للتمعن فيها وفي أدق تفاصيلها ولعلاجها، من خلال عودتنا إلى هذه الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم: والصلح خير. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، من يتصل بنا، من يتواصل معنا ومن يشاهدنا أيضا، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. عدنا إلى المباشر والعود أحمد، نتمنى أن تقضوا معنا أطيب وأفيد الأوقات مع فضيلة الدكتور الرجل المصلح، وباسمكم جميعا نرحب بالدكتور سعيد بويزري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم وتمامها إن شاء الله دكتور. إذن نتواصل دائما مع المشاهدين. نعم. نعم. من خلال قناة القرآن الكريم، من خلال القضايا التي نعرضها عليهم. نعم. والقضايا اليوم تتعلق بالأسرة، يعني لم تغب الأسرة عن نعم. قضاياها من خلال البرنامج، ولكن نستغل فرصة استقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم للحديث عن الأسرة والسكينة. تفضل دكتور، ليس نعم. كذلك؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يسون الله سلام نون أرث ذويل تنون إديوالنا الغروان والصلح خير. نستقبل الشهر الكريم شهر رمضان المعظم بإيمان وسكينة. لذلك كان اختيار عنوان اليوم الأسرة والسكينة. الطاعة جميلة، ولكن تكون أجمل حينما تكون الأسرة مستقرة فتوفر السكينة لإفرادها إن شاء الله دكتور. نعم. وهذه يعني النصائح الأولى في بداية نعم. هذه المقدمة. إذن أعود إليكم، قلت عدنا إليكم والعود أحمد من خلال هذا العنوان الذي اخترناه بهذه المناسبة السعيدة، وهو الأسرة والسكينة. كل أسرة هدفها أن تعيش في ظل الطمأنينة والوقار والهدوء، لكن كيف تتجاوز الأسرة مصاعب الحياة ومشكلاتها وأزماتها؟ هل السكينة مفقودة والطمأنينة غائبة؟ البرنامج سيدلكم على السكينة من خلال هاته السويعة ومن خلال عرض قضايا أخرى تتعلق بالأسرة، لأننا في هذه السهرة سنشاهد أيضا ما هي حياة المطلقة بعد صدور حكم الطلاق، كيف تعيش هذه المطلقة مع أسرتها. واخترنا ثلاث نماذج: النموذج الأول المرأة المطلقة الكافلة، وستشاهدون من خلال هذا الروبوتاج في لقائنا مع بعض النسوة، المرأة المطلقة دون عمل ودون مأوى، والمرأة المطلقة والعائلة التي لا تريد أخذ
يعني لا تريد أن تكون مسؤولة على هذه المطلقة حينما تعود بأولادها إلى منزل الأب أو الأم. إذن من خلال هذا البرنامج سنعالج كل هذه القضايا التي تتعلق بالأسرة من خلال هذا المباشر، وأيضا مع الزملاء في العارضة التقنية سنفتح لكم أرقام التواصل للتواصل معنا من خلال هذا المباشر. لا أطيل عليكم حتى أعود لفضيلة الدكتور في هذه المقدمة وطرح إشكالية هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. دكتور سعيد، الأسرة كما قلنا في عدة مرات هي الأمان والملجأ والمأوى، وهي الحضن الدافئ الذي نأوي إليه في لحظات الغم والهم والحزن ربما والفزع والقلق والانشقاق، فلا تزلزلها الفتن ولا تؤثر عليها المحن. هذه الأسرة المتماسكة المتجانسة التي تعيش بسكينة ووقار. لكن دكتور سعيد، هناك حالات أخرى أين تكون فيها الأسرة منهارة ولا تجد من يأخذ بأيدها إلى بر الأمان. دكتور، أين التلاحم في مثل هذه الأوقات الصعبة، خاصة أننا نعلم أن الأسرة هي من أهم هي أهم خلية يتكون منها المجتمع البشري. دكتور سعيد تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسرة والسكينة كلمتان متكاملتان، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الأسرة. نعم. فالأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمعات. فالأسرة إذا كانت مستقرة، نعم، متماسكة، يكون المجتمع كذلك مستقرا متماسكا. أما إذا انهارت هذه الأسرة وتفككت، كذلك المجتمع سيتفكك وينهار ويتأثر كثيرا للهزات التي تصيب هذه القاعدة، القاعدة قاعدة المجتمع. لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية ببناء الأسرة كثيرا، واهتمت بتوفير أسباب استقرارها لتمكينها من تحقيق مقاصدها المختلفة التربوية، الاجتماعية، الاقتصادية، بل الحضارية. اللفظة الثانية هي السكينة. الأسرة والسكينة. والسكينة، نعم. السكينة من أعظم النعم التي يسديها الله جل جلاله للكائنات جميعا وللبشر على وجه الخصوص. الإنسان يفقد سر الحياة إذا فقد سكينته. الإنسان لا يشعر بلذة الحياة إذا فقد السكينة. الإنسان يكون فاقدا لكفاءاته وقدراته إذا فقد السكينة. السكينة تزرع فيه الأمل الذي يدفعه إلى العمل. لذلك قال ربنا في آيات عديدة، قال كلاما لطيفا عن السكينة من هذه الآيات: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سورة التوبة الآية 26. ثم أنزل الله، إذن هي نعمة من الله، هذه السكينة تتنزل من الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، في سورة التوبة الآية 26. وقال الله عز وجل في السورة نفسها في الآية رقم 40 عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في أمس الحاجة إلى السكينة وهو في الغار. نتصور هذا المشهد
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عنوة صلى الله عليه وسلم من أحب أرض إليه إليه نعم ليهاجر من مكة إلى المدينة على مدار حوالي 450 كيلومتر كيلومتر نعم بلا طائرة بلا حافلة بلا سيارة وجد نفسه في الغار مع صاحبه مع أبي بكر الصديق ولكن حينما جاءه المشركون وقد وقفوا على فم الغار لو نظر أحدهم بين رجليه لرآهم كما قال أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله أكبر انتهى الأمر من وجد الله فماذا فقط فماذا فقط نعم. الرسول يعلم بأن هذه السكينة تنزل منه من الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه الوصفة العجيبة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل طمأنه لذلك نزلت آية السكينة في سورة التوبة الآية رقم 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكانت النتيجة البديعة اللطيفة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها قال الله في آية أخرى في سورة الفتح الآية الرابعة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذن ما أحوجنا إلى السكينة نعم. كيف تتحقق هذه السكينة في الأسرة وكيف تحقق هذه الطمأنينة خاصة حينما تهب عليها رياح الهموم حينما تزلزل هذه الأسرة بالمصائب والمحن والإحن والهزات التي لا يعلم مداها إلا الله تفقد هذه السكينة وإذا ضاعت منها السكينة تضيع من أفرادها فتنهار هذه الأسرة وينهار معها المجتمع أسباب كثيرة نحتاج إليها لتحقيق هذه السكينة داخل الأسرة منها السبب الأول هو المعاشرة بالمعروف نعم. ربنا قال في سورة النساء الآية 19 وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف تكون من الطرفين كل طرف يعاشر الطرف الآخر بالمعروف. وعدم نسيان الفضل هذا سبب آخر لا يجوز أن ينسى أحد الأفراد في الأسرة فضل الآخرين لا يجوز للزوجة أن تنسى فضل زوجها ولا للزوج أن ينسى فضل زوجته في الآية 237 من سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم ومن أسباب تحقيق هذه السكينة تعاون الزوجين على تمثل قيمتين أساسيتين أشار إليهما القرآن المودة والرحمة المودة والرحمة كما في سورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكينة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
فإذا اجتمعت المودة والرحمة تحقق المقصود، وإن غابت المودة وحضرت الرحمة ستستقر الأسرة وتتحقق السكينة. من أسباب تحقيق السكينة أيضا التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، تعاون أفراد الأسرة على تجاوز الأزمات وتذليل العقبات، وتمثل مبدأ الشورى فيما بينهم، وأمرهم شورى بينهم. يتشاور أفراد الأسرة في جميع الأمور، في مشاريع الأسرة وفي العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. لابد من تمثل هذه القيمة. هذه القيمة نحتاج إليها في إدارة شؤون الدول، ونحتاج أيضا إليها في إدارة شؤون الأسرة. ومن تدرب على الشورى في أسرته لن يكون مستبدا إذا آل إليه بعض السلطان. أما من ألف ممارسة الاستبداد والطغيان داخل الأسرة سيجسد ذلك أيضا حينما يتمكن من رقاب الناس ويتحكم في شؤونهم. ومن أسباب تحقيق أيضا هذه السكينة داخل الأسرة إشاعة ثقافة الحوار بين الزوجين، والتعاون على بناء جدار الثقة وتجنب الشك. والشك دمار، الشك دمار للأسر. فإذا اجتهد هؤلاء جميعا في تحقيق هذه الأسباب ستتحقق السكينة، ويتوفر الجو الذي يؤهل ويمكن جميع أفراد الأسرة للانطلاق في هذه الحياة عملا، إنتاجا، إبداعا. نسأل الله أن يغير حالنا جميعا إلى أحسن حال، وأن يحقق لنا جميعا السكينة في أسرنا إن شاء الله. دكتور سعيد، هكذا نكون قد فهمنا مقاصد السكينة والأسرة بالأمازيغية. دكتور، قبل أن نمر إلى مشاهدة الروبورتاج، هي ثمثة في سمثين ثوشولت ذي سميسي ذواليس ثوشولت مثهنا تسيدير ذي ثلويث يعقلني سكن ملان أذي ذيرن ذي ثلويث لهنا فضمن لغنا أكن ملان إلا قد معوى النفوس دك فوس دارقا سمطوذ ذي مولان ذي الدريا ذي معوى سيدي ربي يوله ثوشولت غل الحمالة غل الرحمة غل المشاورة غل المعاونة أفوس دك فوس تعاكم صزينة سيفسوس أتغل الدونيث فنينث سع السر سالي سر ولا ميل اللاز ثلال محنا ذي ثوشولت ميل معاون نفوس دك فوس سيدي رب ذا سنفك الدين الزل الرحمة ذي قولاون سنفك ربي ثلويث سنفك ربي لهنا أذك سن الشكس قولاون خطر الشك ميلا يزدغ أولاون يزدغ اللغن ذا هود توشولت أشحال لعشوش خرفن شحال توشوين خرفن إمي شم الشك سولاون ذيني مي ثشرعي ثناغ ناغ ثجد دي ثناغ أتوصينت فشو أغف لهنا أغف ثلويث أغف السر ذلي سر ورث الهيث وكسان السر ذي الدوليث مرة ورث الهارة أكثر مثل ذخنت وشولت. وإن شاء الله هدي فكرة ربي لهنا يكوث وشولي النغ مرة.
إن شاء الله دكتور، وما أحوجنا إلى السكينة كما تفضل دكتور سعيد بويزري في هذا الجزء الثاني من البرنامج. سنسلط الضوء على واقع الناس، كان يتحدث عن السكينة وما أحوجنا إلى هذه السكينة، وما أحوج المرأة المطلقة إلى هذه السكينة والوقار والهدوء في حياتها. أي زوجة تريد المحافظة على زواجها وأسرتها، لكن بعد الشقاق والفراق يحدث الطلاق. ها هن مطلقات وظن أنهن تجرعن كل المشكلات والأزمات بعد الطلاق. اليوم سنتعرف على المرأة المطلقة، كما قلت قبل قليل الكافلة، المرأة المطلقة دون مأوى، والمرأة المطلقة واستنفار العائلة منها دون مساعدتها. نحن لا نعمم، ولكن نحن في برنامج والصلح خير نصلح ذات بيننا عندما نعرض هذه الحالات. تابعوا معنا ثم نعود لمواصلة النقاش واستقبال قضاياكم من خلال هذا المباشر. عندكش مشكل يعني؟ الحمد لله لقيتي الحل. عندي مشكل، عندي مشاكل. مشكل انه كيعرفوا وحده مطلقه في المجتمع تاعنا، دارهم كم يحوزوا فيك، روحي اكري، روحي اخرجي، يدي ولادك وروحي. وانت تقدري تكري؟ ما نقدرش. ما راكيش خدامه؟ ما نقدرش، مانيش خدامه. طيب وولادك كيفاش هم ياكلوا ويشربوا؟ على ربي وخلاص. وعلى ما يبدو انه الزوج هذا تاعك طلقك باش يتزوج بوحده مطلقه وعندها الاولاد. تقدري تحكي لنا شويه على هذا الحالة هذه؟ نقول لك بلي هذا حدث مأساوي بالنسبة لي، ما نحبش نتفكره، شيء أليم جدا. ننظر نهار اللي نبدأ نحكي عليه. هي أصلا متزوجة وعندها زوج ذراري، وأنا عندي ثلاث ذراري. تفاهموا على ريصانا، هو طلقني وهي طلقت راجلها وتزوجها. هو سمح فيه ثلاث أطفال باش ياخذ وحدة مطلقة عندها زوج أطفال. يا ربي الربايب، ولادو سمح فيهم. الأولى به أنه يربي ولادو يلم ولادو. أنا كي كنت نطلق في المحكمة، الجوجة تنمولي تأفرز بالقصة تاعي، ولات قاضت وتحلل فيه، تقول له رجع مرتك لم ولادك، ويقول لا لا ما نقدرش ما نقدرش. طيب حاليا وأنت في البيت تاع الوالد والوالدة تاعك، كاين الحنانة تاع الأخوال مع ولادك؟ كيفاش مكاش؟ خوتي خواتاتي جام يعيطوا لي يقولوا لي أنا وش راكي وش رام ولادك شمس حقيتي؟ يجوا للدار حبة حلوة ما يجيبوش لولادي، بغت ولادي يحبوا خوالهم يحبوا خالاتهم. كي يجوا كيف يطيحوا عليهم يعنقوهم وكيف يبوسوهم بصح خوتي وغدت ما وزهم. قلت لك اقل شيء ابسط الامور انه حبه حلوه ما يجيبوهاش لولاد. الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. سيده زينب، وقتاش تم الطلاق تاعك؟ عندي تقريبا 5 سنين. 5 سنوات. سيده زينب، كي كنتوا مزوجات كفلتوا بطفله، يعني جبتوها هكذا غير كيما زادت، وقلتي انه بعد الطلاق تاعك المشكله الاساسيه انه يعني كافحتي باش تولي الطفله انت اللي عندك الحضانه عليها. تقدري تحكي لنا يعني شويه على هذه المساله؟ معليش، هي في الحقيقه المشكله صرا وقت عقد الكفاله. الكفاله كي تكون في اسم الزوج، ومن بعد يصرا طلاق، معاناة بها الأم تدي الطفلة المكفولة، الطفلة ولا طفل بها الذري المكفول هذاك، معاناة بها تديها الأم. ديجا هي ما عندهاش صفة قانونية، ما عندهاش، مش مذكورة قاع في الكفالة. هي تربي وتتعب وتصرف وتطلع وتهبط وتبات سهرانة، ومن بعد يقول لك ما عندها حتى صفة قانونية بها تدي الذري هذا. الذري هذا يضيع. ما نكذبش عليك، أنا كافحت بها ديت الطفلة هذه، الأبواب قاع دقيت فيها، وصلت رئيس المحكمه، وصلت رئيس المجلس، وصلت وين مالي اون جينيرال، ابتداء من والدي الله يرحمه حتى الذري الصغير في فاميلتي، ما عندوش مشكل مع الطفله متقبلينها بنتهم وخلاص. وشنو عندي مشكل واحد اخر؟ مشكل تاع ساكن، على خاطر علاه دوك انا عندي خوتي وراثه، قال لك حنا نبيعوا باسكو كل واحد عنده ظروفه، كل واحد انا دوك الطفله ما عنديش وين نروح بها، حقي تاع الورث ما يجيبليش ميم با كوزينه، ماشي ميم باش كوزينه ما يجيبهاليش. الطفله دوك بدات تكبر، صح ما نكذبش عليك خوتي، خويا قال لي انا مش تعلي نرميك في الزنقه، بصح انا بان خويا يعطيني بلاصه وين ترقد بنتي، لا لا
هي مسكينه حلمها انها تكون عندها دارهم، تقولي ماما كي ربي يعطينا دار ندير هذيك، ماما كي ربي يعطينا، وشاده في ربي سبحانه. تقوليش كي يعطونا، تقولي كي ربي يعطينا، باسكو طمعيتها في ربي سبحانه، مربيتها ملي كانت صغيره على خوف ربي. شوفي صدقيني ساعات الندم خطر انا ما قدرتش نوفق اني صح الرياحه في الدنيا، ما قدرتش نوفق اني صح الرياحه في الدنيا. ماذا بيا كلمه، شوفي كلمه ماذا بيا ندلها دار. سيدة فتيحة، من بين أسباب الطلاق تاعك، طلقتي في 2010، أنه الزوج ما كانش يصرف عليك كامل. يعني كيفاش ما كانش يصرف عليك؟ كان يشح عليك؟ إيه، جيب لي خبزة كسرة من الوقت هذا، اللي جابها لي الحشية على الغدوة الحشية، ولا جابها لي الصباح على الغدوة الصباح، ويأكل منها ماشي وحدي. ومن بعد كي تقولي له يعني لازم تصرف ولازم تشري لي هادي ولازم لوازم البيت ولا واش يقول لك؟ يقول ما عنديش. يقول لك ما عندكش؟ هو خدام؟ خدام حمال عند الناس، كان خدام في الوزين تاع الياجور، ومن ثم قال له الوزين سكر بدا يخدم حمال كما الناس. وعلى جال هادي طلقتي؟ لا 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 لا، يعني راهو حمال وراهو يعني اصبرت. يخدم على قدر المستطاع. كي مرض في الزيادة. كيفاش؟ كي زيت ومرت تعوقت انا بالسبيطار خش نحبي، كي زيت وبديت ما نمشيش، فشلوا يديا ورجليا، ما نوقفش هادي دوكا، ما نوقفش مليح. والمزيود تاعك سلك؟ ايه. شحال في عمره دوكا؟ 17. ودوكا وين راكي عايشه كي راكي مطلقه؟ لاني في دار بابا، في دار الوريث كيما يقول. دار الوريث يعني الوالد والوالده توفاو؟ لا ما مازلت. مازالها؟ ايه ما مازلت. بوعيها الوالده تاعك؟ اه واعية الوالدة تاعك شوية، شوية مسكينة. اللي جابت لك خطرة خبر تروح، تروح تغيس. ومع الورطة كيفاش راكي؟ كاين الحنان، كاين العطف ولا؟ كنت مع خاوتي، وذوك خاوتي طاوهم السكنة كي اللي راحوا، كي واحدة قاعدة معايا، ولادهم توالوا يعاملوني على مش مليح كاع. يعني ماشي عمة؟ ماشي عمة. وعلاش؟ يا ودي برانية من هبالة فيها الرحمة. ياكلوا قدامي يشربوا قدامي والو. القطرة عليا، كل حاجة عليا، اللي كنت تبداو تروحوا معايا تشوفوا بالك ربي هو اللي يعاقب. عندك بيت في دار الوالدة تاعك؟ معايمة، معايمة في الشمبرة، معايمة. كل والدة تاعك قايمين بها بيماهم؟ ما يجوش ليها. ساكنين معاهم ما يجوش ليها؟ دوكا هذو اللي ساكنوا راحوا وحدهم زوج، عندي خاوتي زوج من بابا ويما، وزوج من بابا. صافي سمحوا فيها ولا؟ يجوا لي هكا كما راني طليت هكا، صباح الخير وشاكي ويتم راحي. ايوا ما يصرفوش عليها، ما يديروش لها طبيب. لا لا ما يصرفوش عليها. صافي راكي انت اللي راكي مع هذوك، انا انت راكي تقومي بها. انا ويما انا ميك. فتيحه حبيت نقول لك برك، والطفل تاعك نجح في دراسته ولا ما نجحش؟ ما نجحش. واش راهو يدير دوكا؟ راه قاعد في الدريكت، يضل راقد في الدار. الله غير اللي راقد. قلت له بلي يا وليدي لازم تعاوني، وانت السند تاعي، وانت اللي تخدم، وانت اللي كذا، انا كبيره انا مريضه. قلت له هكا واش يقول لك؟ يقول لي ماما ما كاش الخدمه. ماما ما كاش الخدمه. ماما الخدمه ما كاش. خدم لي 6 اشهر مع واحد دا في لومبي، وبعد الشركه هذيك حبست راكع. وكيفاش هو ياكل وليدك؟ من عندي. واش اللي انا عندي 300 نخلصها، عندي 300 تاع رجلي نخلصها. ويما عندها مليون تاع بابا تاع الانتريت هذيك. هذه كاين الغاز تريسيتي، ما معيشة كلش. ربي يكون معك ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه إذا نقلنا لكم وضعية هؤلاء النسوة بعد الطلاق، وكل واحدة منهن تعيش مشاكل مختلفة على الأخرى، وسنعرضها لفضيلة الدكتور مرحلة بالمرحلة. والبداية تكون دكتور كما شاهدت بالمطلقة الأولى التي طلقها زوجها، ثم تزوج بمطلقة وأولادها وتخلى على الأولاد تاعو. ضف إلى ذلك الوضع المحرج يعني في عائلتها. دكتور سعيد، سمعت وشاهدت دكتور كيف نعالج مثل هذه القضايا بعد إصدار حكم الطلاق؟ نعم، هو أمر محزن للغاية. هذه من الشروخ التي نعيشها في مجتمعاتنا، وهذه من الآفات الحقيقة،
حينما لا يفكر الإنسان في مآلات قراراته. قرار الطلاق صعب جدا. طلق زوجته بثلاث أولاد، تزوج بمطلقة لها ولدان، أهمل أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. هذا إثم كبير وخلل كبير في حياة الأسرة. ربي يهدينا برك، هذا واش نقول. لأنه الإنسان إذا ما يخافش ربي وما يفكرش في المآلات يدير مثل هذه التصرفات، هذه الفوضى التي يعيشها بعض الناس، وطبعا والمجتمع يتأثر بمثل هذه الأحداث. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية تاع الكفالة. قبل أن نمر للحالة الثانية، دعنا دكتور نذكر بأرقام الهاتف للتواصل معنا من خلال هذا المباشر 021-39-42-43، تشاهدونها في أسفل الشاشة، 021-37-42-87، تشاهدونه أيضا في أسفل الشاشة. إذا كان فيها قضايا نعالجها ونتفاعل معها من خلال هذا المباشر فليكن. حياة بالنسبة لهاته السهرة. تفضل دكتور. الحالة الثانية، معذرة دكتور. نعم. من سعيد؟ لم. فاطمة سطيف، ثم نعود إلى المطلقة والكافلة في نفس الوقت. السلام عليكم فاطمة. ألو ألو. السلام عليكم فاطمة. السلام عليكم. مرحبا بك فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تفضلي. سلامك يا بنتي. سلامك. أنا نسمع فيك تفضلي. أنا مشكل فاميلية. مشكل عائلي. شكرا. أي مشكل عائلية. ثلاثة أخوات ما هوش متفاهمين في بعضهم. ما راهمش متفاهمين. ما هوش متفاهمين والله، غير بغينا كاش ربي كاش ما يصلح بيناتهم. وعلاش ما راهمش متفاهمين فاطمة؟ ثانية. تفضلي فاطمة. باباهم وإماهم ماتوا، باباهم وإماهم ماتوا، هما قاعدين واحد ما يمشي في لاقه. يعني ما يتواصلوش مع بعضهم، متقطعين. والله واحد ما يمشي في لاقه. واش مسبب الخلاف فاطمة؟ على واش مختلفين؟ الشيخ تعاني المشكل الورث. مشكلة. قارتني إما تسند بذا السلموت أنهني بسمي المشكلة هي الورثة تنقيمني يونو يشو مقواي. مشكلة الورثة. طيب. واضح، هدي في كربي ثلويث إن شاء الله. اسمع الجواب أخت فاطمة. إن شاء الله. أتصلي ثريري تصلي الجواب. فاطمة نقلتي هذا المشكل بالنسبة لهذا الخوار بي، هديهم إن شاء الله. ورحت مع مشاهدة البرنامج رحت تشاهدي وتستمعين أيضا كيف يعالج الدكتور سعيد مثل هذه الأزمات بين الأرحام. نعم سعيد، هل هناك اتصال؟ أو إذا نمر إلى دكتور المرأة المطلقة الكافلة، وهذه قضية أخرى من قضايا. قضية أخرى. نعم. نعم عويصة جدا. نعم. بالنسبة لحالة السيدة. هو عقد الكفالة. نعم. كما قالت السيدة زينب، حينما يسجل باسم الزوج. نعم. باعتباره كافلا، هو الكافل طبقا للقانون المادة 116 إلى غاية المادة 125. أحكام الكفالة واردة في هذه المواد، من المادة 116 إلى غاية المادة 125 من قانون 4811 المعدل والمتمم. ولكن سبحان الله بعد طلاقها قالت والكفالة باسم الزوج، كافحت باش نتحصل على الطفلة. فعلا استخدمت المصطلح الحقيقي، ولكن الآن الحمد لله راهي تحصلت على الكفالة هذه. والآن لإجراءات ميسرة مش كما سابقا يعني. وعندها مشكل سكن وشدة في ربي، يعني هذه العبارة اللي كتبتها هنا. كي تقول شدة في ربي،
وشكون نهضروا على السكينة من وجد الله فماذا فقط. جميل أن الإنسان يتوكل على الله، ولكن أيضا ما دور الناس يعني في كيف تعاون بين الناس أين هو؟ يعني مرأة ولية مع طفلة مكفولة وكذا وتبقى كذا عايشة في الهموم وعايشة في المشاكل، بصراحة هنا لابد من استنهاض الهمم، لابد من وقوف الناس رجال ونساء من أجل دعم هذه الحالات التي تعيش ظروفا مزرية، تعيش ظروفا صعبة، تكافح في هذه الحياة. لابد من أن يتعاون الناس أهل الخير وأهل الإحسان. أما هذه الاستقالات التي نلاحظها في دنيا الناس، استقالات مخيفة في جميع الميادين، لا نزرع اليأس في قلوب الناس، لابد أن نزرع الأمل، ولكن في الوقت نفسه لابد من لفت الانتباه إلى مواطن الخلل في حياتنا، لابد من لفت الانتباه إلى الحفر التي نعيش معها. هذا أمر مخيف للغاية. ربي يقدر خير. نعم دكتور، ذكرت قبل قليل قالت بأنه الزوجة يعني ليس لها الصفة القانونية في الكفالة، استطاع أن نفهم الجانب القانوني. هو المفروض الكافلان يعني يكتبان في عقد الكفالة. الكفالة نعم، يعني الرجل مع المرأة، لأنه في الاستمارة اللي يملأها ذاك الرجل باش يعطوه الكفالة يشوف ظروفه الأسرية، هل عنده سكن، نعم. عنده راتب يكفي للإنفاق على غيره وكذا، وطبعا بالتعاون مع الزوجة، يعني ما يقدر يتكفل بها، ما يقدرش هو يجيب طفلة وحده يربيها، فبالتالي هي شركة. نقول هناك كافلان، نعم، زوج وزوجة، نعم، يقومان بمقتضيات الكفالة، سواء كان هذا المكفول طفلا أو طفلة، يعني ابن يعني ذكر أو أنثى، سواء كان معلوم النسب أو كان مجهول النسب، كل ذلك ممكن. نعم. الحالة الثالثة سنمر إليها قبل أن نأخذ دكتور اتصال أو قضية من العاصمة. حسين، السلام عليكم. حسين، مرحبا بك أخي الكريم في برنامج الصلح خير. السلام عليكم. عندي أختي السلام ورحمة الله. ما راناش سمعوا فيك مليح، يبدو الصوت راه منخفض. حسين، عندي شخصية على واحد القضية كامل. تفضل. ألو، أنا نسمعوا فيك الآن. تفضل. شوف، عندي شخصية في القضية تعميرات. قضية ميراث. ميراث ولا نعم. ميراث 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 ولا. عندي عمومي خمسة. ثلاثة أشقاء بابا من الجبات وزوج أشقاء من الجبات. حسين خويا ما نش سمعوا فيك، سمعنا غير عندك أعمام خمسة. حسين، اسمع من التلفزيون. نقص للتلفزيون حسين باش نسمعوك احسن من التليفون. تفضل، قلت عندك خمسة اعمامك. نعم نعم تفضل. قلت لك عندي عمومي خمسة. نعم. ثلاثة اشقة من بابات ومن يمات، والزوج الاخرين خاوتهم من بابات. نعم. خلايا. نعم تفضل. هذوك الثلاثة اللي خاوة اشقة من بابات ومن يمات، فيهم الوسطاني توفى، ما عنده لا مرأة لا دراري. ما عندوش. نعم. ما عندوش دراري، لا مرأة لا دراري، ما عندوش. ما عندوش. نعم. فوالا، دوك حيت هما كانوا قاسمين في الأول، قاسمين اللي تاع تراب، كلش قاسمين دراري كلش. دوك حيت سقساو، قال لك التراب تاعو هذا حق والبيت تاعو كما نقولوا. اسكو يقسموه خوات الشقة ولا يقسموه خوات كافيين في خمسة، قال أربعة يبقاو. وهذا التراب تاع من حسين؟ تلاحهم مقاسمين. طيب، وكاين غير الأعمام، ما عندكش، ما كاش العمات حسين؟ كلهم توفى. الوسطاني هذا اللي ما عندوش لا مرأة لا دراري، ما عندوش.
حسين لما تقول هذا الاضطراب حسين في ربع اللي بقاو ولا يقسموهم خوتي الاشقاء حسين كاين سؤال مهم كاين سؤال مهم جدا خويا حسين هذا الاضطراب تاع من تاع تاع الجد تاع كيفاش تاعهم من ورثوه تاع باباهم نقولوا باباهم عنده خمسه تاع باباهم طيب واضح وهذو الاعمام لا. خمسه ما عندكش العمات ما كانش العمات ما كانش العمات ما كانش ما كانش وانت واحد من ولاد الخاوه كاين ثلاثه اشقه من البابات ومن اليمات وزوج خاوتهم من البابات صافي منهم وحدها وهذا اللي توفى خاوت الاشقه ثلاثه من البابات ومن اليمات اسمح لي حسين اسمح لي حسين ربما الدكتور حب يطرح لك سؤال باش نفهموا القضيه جيدا اسمح لي ركز معايا هذا اللي مات خلى خمس اولاد الجد هذا خلى خمس لا اولاد لا 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 هذا اللي مات ما خلاش بابهم هذا اللي بابهم اللي عنده خمسه شيخ خلى الو شيخ نعم هذا 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 اللي مات خوهم ما عندوش ما عنده لا مران وزراري ما عندوش اخوهم هو اللي مات اللي مات ما عندوش طيب الاخ هو اللي مات دونك اسكو حقه هذا حقه هذا اسكو يقسموا الخوة ربي ربع اللي مازالوا ولا يدوها في الخوة الاشقاء اللي ما جاتهم اللي مات نجاوبك بجميع الاحتمالات طيب ندير كم احتمال وتسمع الجواب ما فيش مشكلة تسمع الجواب طيب شكرا حسين هل هناك اتصال؟ نعم من عنابة فتيحة السلام عليكم فتيحة وعليكم السلام مرحبا بك أختي الكريمة في برنامج الصلح خير تفضلي فتيحة وش هي المشكلة؟ الأخت على هذه الحصة نعم نحن في الخدمة فتيحة ونتقدم لك بسؤال يقول عندنا محل هذا المحل التجاري عندكم محل شكون انتم اللي عندكم محل اشتراه بابا قدام ما يموت الله يرحمه نعم ومن بعد المحل هذا اشتراه بصفة الاوراق تاعه ماهيش باينه انت اللي شرا من عنده وكاله برك كتبوا عند محضر قضائي نعم باللي هذا سيد باع وهذا سيد شراء بعد وفاة أبي المرأة اللي كانت متبنية هذا الطفل اللي دار وكالة قالت نسحق المحل تاعي طيب وحنا الطفل اللي شراء من عنده بابا هذا بعد اختفى ما عادش يبان ما باليش أنا وين راح بس قبل ما يختفي دار الأمي اعتراف بدين دار الوالدة اعتراف بدين طيب لأن المحل باش كي تتسوى الوضعية تاعو راح يكون باسم الأم طيب درك المحل ولاو في نزاع وفي المحاكم شكون اللي راهم في نزاع فتيحة؟ المرأة صاحبة المحل نعم ومع معنا يعني مع احنا الشاريين قالت بلي ايه. ما تبعتش طيب لا يعني الخصوم واضح دكتور واضح فتيحة من ولاية عنابة بالنسبة لهذه القضية التي تتعلق بهذا المحل شكرا فتيحة وصل مشاهدة البرنامج نمر إلى يونس من العاصمة السلام عليكم يونس السلام عليكم يونس السلام ورحمة الله مرحبا بك أخي الكريم مرحبا أخت عندي سؤال للشيخ ولا نقدره بطبيعة الحال نحن في الخدمة تفضل يونس ربي صدرك أمين والله الشيخ زلف لون طول ربي العمرك إن شاء الله أمين أجمعين ساعة غاز تقسيب لعنيك والله ساعة مغار مبابي بالله فور بصافي بلوس دو موايا كي الور ثم مغار تقل مثلا تخدم العدة في الجاير هكا مغار مبابي سرح مغار بين مغار في ديت مورف الور شاك فون كيني شغل دو زمير غار القيمة دي دي ألجي شغل دو قيمة كين جور فان جوري اللي قادر روح غار في مورف مغار تسقار تدو ديزي هكا هكا تقار يدنو دي دقا دي خمال عدينو وتكمل هذينا دايور تقيم دايور انسومان اسمين مضل موارد يتمور تقيم لنا انسومان ومن بعد نقول له دار الجي ترى الناس ميلو مكاس ضيضه نقيم شويه ديت مور ثكا هكا برسك لنا دخل من باب هذا كي دخل من باب
باش كون زمرت تخمل عدا ديال نورمال تخميت داكي لا ودي تبدات كانت كمليت فوالا وبارك الله فيكم. اصل الجواب يونس اصلت يعطيكم الصحة الله يسلمك وفيك وفيك شكرا. نحن في الخدمة يونس وكل من اتصل بنا هذه السهرة لمعالجة كل هذه القضايا. دكتور نمر إلى الحالة الثالثة بالنسبة للمطلقة دون مأوى والتي تعيش عند والدتها ثم نمر لمعالجة القضايا. نعم زهرة من ورقلة. نعم ربما يكون آخر اتصال. زهرة السلام عليكم. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا راني ديما بقى متصل بكم هذا من قبرتك. مرحبا زهرة. أنا بقى نسقسيك على واحد الورث ياك كان زوجي كيما. تفضلي ربي يرحمه. نعم. وخلى جوج ديار ياك واحدة كتبها لي أنا والطفيلات ياك. والأخرى قال لي ما تلحقيهمش البرد محسوباني وقعت من الدار ديك وانت ديها الدار الصغيرة. واش قال لك زهرة؟ قال لي اكتب لي انا في الورقة محسوب اكتب لي عدل هذا عدل الكاتب. نعم. اكتب لي انا الدار هذه الصغيرة انا والطفيلات بناته. اها. والكبيرة قال لي يدوها البرد ما تلحقين لها الحقوق. والكبيرة شكون يديها زهرة؟ داوها البرز الدراري تعالي. زوج دراري شكون هما دراري؟ زوج ياسر دراري سنية تعالي. لا لا زهرة صغيرة الدار كتبها لك ليك انتي والبنات والدار الكبيرة مدها لدراري. شكون دراري هادو ربايبك ولا ولادك ولا ولادو هو والو مش ولادي انا مش والدة معهم. ولادو هو ولادو هو مالا؟ ايه ولادو هو. طيب مفهوم. وشنو هو المشكل زهرة؟ أنا هذا لا بقى نسقسيك هذا هو بقى. حبيتي تفهمي إذا كان هذا هو حقك أو إي أنا ما نلحق قال أنت ما تلحقيهم هما ما يلحقوك والطفيلات مش بناتي بناته هو. بناته هو مشي بناتك. خلاه نعدي هما صغار وزوجت لهم وراهم متزوجين. طيب زهرة أنت ما ولدتيش معاه الله يرحمه. وعلى ما ولدت. طيب مفهوم دكتور. مفهوم زهرة. مفهوم زهرة من ورقلة. شكرا زهرة. شاهدي البرنامج دكتور نسير الوقت بالنسبة للحالة الأخيرة للمطلقة. نعم ثم نمر إلى نعم إلى فاطمة. هذه أمرها أيضا عجيب. نعم. بعد ما زيدت وصيبت بإعاقة. كأنها صيبت بشلل. نعم. نعم. سبحان الله احنا ذكرنا قبل حين قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله يعني في هذا الوقت اللي يخليها وجعل بينكم مودة ورحمة هكذا قال ربي. يعني في الوقت اللي هي في حاجة إلى رحمة وكما تكونش الرحمة ضاعت. نعم. يعني راهي مريضة راهي معاقة راهي ولا حول ولا قوة إلا بالله وراهي تأخذ الآن 3000 دينار. نعم. 300 ألف يا ناس في هذا الوقت وكل واحد نحتاج إلى مزيد بيان. نعم. سبحان الله الحمد لله كي كان الآخرة هذا واش نقدر نقول. نعم. مرة أخرى أقول النداء موجه إلى الأقارب وأرجو ألا يتحولوا إلى عقارب. الأقارب عندهم مسؤولية كبيرة. نعم. نعم لأنه هناك ترتيب في المسؤوليات إذا كان واحد ما أداش واجبه يأتي الآخر وهكذا. مراعاة درجة القرابة في الإرث وهذه القرابات دورها في هذه الأزمات في هذه الظروف الصعبة لازم يبانوا. نعم لازم يبانوا. وإذا لم يظهر هؤلاء الأقارب نرفع النداء إلى الجمعيات إلى أهل الخير والإحسان باش يوقفوا مع هذه الحالات الصعبة باش ما يأسوش. لأنه الظروف الصعبة والفقر والمحن
في الحقيقة يعني تدمر الناس. كم من إنسان فقد الأمل في هذه الحياة. أكيد. اليأس الآن كثير من الناس للأسف أصابتهم تعيش هذه الحالة. نعم تعيش هذه الحالة. نعم. والجمعيات والأهل الخير والإحسان يوقفوا مع هذه الحالات. من المفروض هذا هو عملهم دكتور. وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. دكتور فاطمة من سطيف اللي مشكلة عائلية الخواء غير مش متفاهمين بعد وفاة الأب والأم قالت لك يعني بعد وفاة الوالدين سبحان الله يعني هذه المواريث التي تسبب هذه المشكلات أحيانا الطمع وواحد يكبر كرشو إلى آخره ويلقوا أرواحهم بدل أن يقسموا الميراث صار الميراث مقسما لهم نعم. التركة تقسمهم هما الأرحم تقطعت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا فاطمة لازم يتدخل أهل الإصلاح بيناتهم مادام أصل المشكلة هو الميراث يفريوا هذا الميراث المشكلة هذه وإن شاء الله ينصلح أمرهم ويتصالحوا ويتعارفوا وذم يعقل ذات مثل مدن فطون تركة ماشي التركة يفضون مثل الوالدين ثورق لقد دوك النفوس دك فوس ثورق لقد أذم يعقل ذات مثل ولا شوي في نفوسها فايض هنا اللي لازم يتكاتفوا يتعاونوا ويحافظوا على أخوتهم إن شاء الله شمني عارضين جرسا إيمنين الخيرات يفرون إن شاء الله يتدخل أهل الصلاح والإصلاح إن شاء الله. لحل هذه المشكل تاع الميراث بيناتهم وينصلح أمرهم. دكتور حتى نسير الوقت أيضا حسين من العاصمة في قضية ميتالو كانت تبدو في الأول يعني معقدة ثم فهمنا أنه عنده تلت أعمام وسرد يعني نعطوا الاحتمالات. نعم في الأجوبة. إذا كان تعلق الأمر طرب هذا نتاع واحد من الإخوة. نعم. الأشقاء ثلاث أشقاء وزوج من الأب. بالنسبة للأخ هذا اللي مات من ثلاثة ذوك الأشقاء إذا كان ترابو وين يروح الميراث نتاعو التراب هذا يروح الخوت الأشقاء فقط يؤول إلى الأخوين الشقيقين فقط أما الأخوين هذوك اللي أب لا يرثان شيئا محجوبان حجب حرمان بقوة القرابة. الاحتمال الثاني أما إذا كان هذا التراب نتاع باباهم نتاع باباهم فكلهم شركاء في هذا الميراث يعني بالتساوي وأصل المسألة هو عدد الرؤوس وهكذا هذوما الاحتمالان اللي يعالجوا هذا الإشكال. نعم دكتور فتيحة من عنبة بالنسبة لمحل الوالد رحمه الله والأوراق قالت لك ما راهيش واضحة. نعم أولا هذا المحل تجاري الذي اشتراه الأب ولكن من وكالة أنت قصد الوكالة العقارية. العقارية نعم الوكالة العقارية طبعا الوكالة العقارية عندها قانون ينظمها ولكن الكتابة توثيق يكون على مستوى الموثق نوتير ماشي على مستوى المحضر القضائي المحضر القضائي هذا لوسي نعم. إذا كان راحوا لوسي معناتها الإجراء غلط نعم. الإجراء. لذلك كان الإشكال هذا لو كان تم البيع بطريقة قانونية ما يكونش هناك إشكال الوكالة العقارية تكون هي وسيط نعم. ولكن التوثيق ونقل الملكية العقارية يكون على مستوى الموثق والموثق طبعا عنده إجراءات يتبعها على مستوى المصالح الأخرى المعنية نعم. بدليل أنه بعد وفاة المرأة دي قالك طلبت نحتاج المحل التجاري نعم. باش تسترد المحل التجاري وبعدين ذكرت الاعتراف بالدين وكذا بالدين هذا نزاع يا الأخت فاتح نعم. هذا نزاع يحل إما بيناتهم طبعا بيناتهم يقدروش يحلوه لأنه رغم في نزاع يشوفوا إما موثق إما رجل مصلح إما خبير عقاري يشوفوا يعني بلا ما يروحوا للمحكمة
باش يصفيوا هذا وتعود الحقوق الى اصحابها. نعم. لانه البدايه نتاعو ما كانش بدايه سليمه، لذلك كانت النهايه غير سليمه. نعم. يونس، بالنسبة لوفاة والده ربي يرحمه منذ شهرين، بالنسبة لعدة الوالدة دكتور. نعم، هذه يا سي يونس، أولنا ربي يرحم الوالدة نتاعك في لاسيا فور بيث يرحم ربي. الوالدة نتاعك عندها حق تعتد يا إما في الدار بيت الزوجية ونخلاها في العاصمة، وعندها الحق باش تعتد في بيت الزوجية دار زوجها اللي في الدشرة إذا دارت. سال حق سال اختيار أتسيلي ذاك ذي الزير دقو خامن دا تيدي يتجاور قازيس. أما كن دا الساعة الحق أتخدم العدة ربي يعني العدة 14 وعشر أيام تكملهم دقو خامن تا الدارث صافي ناسك ساغف لي وليم أن دا ثلي يجوز. أما ذاكي ذي الزير أما ذي تا الدارث مادام ذي خامن نونياك، أما ذوين الزير أما ذوين انت الدارث. هذا فلس يعفو يرحم باباك ودي يصبر بالصبر ان شاء الله. زهرة من ورقلة دكتور، الزوج اللي مات وخلالها البنات وخلالها دار والدار الاخرى بدها للاولاد. نعم، درك الان يا الاخت زهرة، هو دار كتب واحد الدار باسمك وباسم البنات نتاعو، والدار الثانية اكتبها باسم الذراري باسم الابناء نتاعو اذا كان عنده غير زوج ديار هذون. احنا نقولوا الان اذا كان هذيك الدار، طبعا انت صاحبه الثمن من الناحيه الشرعيه، انت صاحبه الثمن، فاذا كان المهمه ما هملكش، المهم الاسم نتاعك وارد ما حرمكش. نعم، اذا كان ما حرمكش دوك ما عندناش المعطيات الدقيقه، الدار شكون اللي كبيره شكون اللي صغيره شو القيمه نتاعها، ممكن تكون دار صغيره ولكن القيمه نتاعها اكبر من الدار الكبيره من حيث الموقع من حيث القيمه. نعم. التجاريه نتاعها. نعم، هذا لا نعلمه. لو كان ما كتبكش انت اصلا نقولوا هذا ظالم، هذا ظالم، لانك انت زوجته ما عندوش حق يحرمك، انت زوجته ماشي يعطي الولاد وانت ما يعطيلكش. نعم. هذا ظلم. نعم، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. اما وقد كتب هذا الدار باسمك وباسم البنات دار التقدير نتاعو هكذا، الله اعلم متى نصدر حكمنا ولا نعطي راينا كي نعرفوا حقيقة الدارين القيمة التجارية تاعهم، نشوفوا قيمة العدل هل تحققت أم غابت. إن شاء الله الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إن شاء الله. دكتور، كانت هذه المعالجة بالنسبة لهذه القضايا في موضوع الأسرة والسكينة. ربما بقيت دقيقة أو دقيقتان نادية حتى نحوصل رسائل البرنامج التي تتعلق بالأسرة والسكينة، ونركز خلال الأسبوع المقبل في استقبال الشهر الفضيل. دكتور سعيد تفضل. نعم، هي أهم الرسائل التي ننهي بها حلقة اليوم. نقول أن سكينة الأسرة، السكينة في الأسرة هي مسؤولية الجميع. بعض الناس هم يحبون السكينة ولكن لا يسهمون في صناعة هذه السكينة، وكأنهم ينتظرون هذه السكينة من غيرهم. نعم، يعني داخل الأسرة يقولوا منتوما لازم توفروا لنا هذا الجو الاتموسفير، هذا الجو نتاع السكينة، وكأنهم غير معنيين بالسكينة نفسها. نعم، وهو ما يساهمش، وهذا خطأ. نعم، لذلك الرسالة، وهذا ما يحدث صراحة. نعم، دكتور يقول كوفروا لي الراحة والهنا والسكينة والسعادة، يطلب يطالبهم بتوفير هذه الأسباب. نعم، ولكن هو لا يسهم، لذلك الرسالة مفادها أن السكينة هي مسؤولية الجميع. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما الذي يزعزع أركان الأسرة ويعني هو المشكلات والهموم؟ نقولوا ولا شو قولوا سايثي فراث، ما كاش مشكلة ما عندهاش حل. أيضا حينما تزوركم المشاكل أو تزورنا المشاكل، لابد أن نتعاون جميعا على تذليلها وتجاوز هذه الأزمات. وأمر آخر نختم به، نكثر من الدعاء، لأن الله عز وجل هو القادر على أن يغير أحوالنا إلى أحسن حال بأمر منه جل جلاله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فندعو الله
أن يرزقنا السكينة جميعا في أسرنا وفي مجتمعنا، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال إن شاء الله. دكتور، سعدت بهذا اللقاء الذي جمعني بك دكتور من خلال برنامج والصلح خير، وشكرا على الرأي الرشيد والسديد. وما أحوجنا إلى السكينة، خاصة عندما ختمت وقلت أن السكينة هي مسؤولية، وحقيقة هي مسؤولية. دكتور سعيد، نلقاك يوم ثلاثاء بحول الله تعالى في موضوع آخر يهم المشاهدين والمشاهدات الكريمات. شكرا دكتور سعيد. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.